لكن دلوقتي عايزين نتكلم في حاجة تانية، لأنه زي النهاردة من 121 سنة تم توزيع الجوائز الأولى واللي بتحمل اسم نوبل نسبة للعالم السويدي ألفريد نوبل. يا ليندا، وألفريد نوبل يا داليا خصص جزء كبير من ثروته كتمويل الجائزة دي على مدار سنوات يشرين. ألفريد نوبل فعلا قام باختراع أسلحة كتيرة وكان آخرها ديناميت واللي اخترعه لتفجير الجبال، لكن بعد ما تم استخدامه بالحروب شعر صراحة بخيبة أمل وقرر أنه يكافئ كل شخص قدم حاجة لفايدة الإنسانية في مختلف المجالات.